النفسي اللي هو سايكوثيرابي من 4 مدارس مختلفة، وإدارة وعلاج الطاقة في الجسم. ده مبدئيا الطاقة بقى عبارة عن إيه، أو هي إيه أساسا الطاقة؟ جوه جسمنا خلايا، جوه كل خلية في نواة، جوه كل نواة في إلكترون بيتحرك من مدار لمدار. قفزة الإلكترون من مدار لمدار هي دي اللي بتنشئ طاقة الجسم. الطاقة دي بتمشي في ميريديانز، بنقول عليها إيه، مسارات الطاقة اللي بتمر في جسمنا، وهي دي اللي بتعمل الأورا أو الهالة بتاعة جسمنا، اللي هي كل واحد بيبقى ليه الهالة بتاعته بيراديت أو بيشاع إيه بالظبط. فلما واحد يكون حالته النفسية، وهي دي من أحد الحاجات الأساسية اللي بتؤثر في حركة الإلكترون في الجسم، لما تكون حالته الشعورية أو النفسية مبسوط كويس سعيد راضي، يعني عنده مشاعر بوزيتيف، بتكون حركة الإلكترون القفزة دي من مدار لمدار بتدي ومضة. الومضة دي بتديني بوزيتيف فريكوينسي اللي هو إيه، الترددات الإيجابية، فبيبان على هالة الجسم بالكامل لون أبيض أو بينك، وده بيبان تحت الكيرليان كاميرا، أو بيبان كمان يعني إحنا عينينا متدربين ممكن ورا أي حيطة بيضة أقدر أشوف الأورا بتاعت الشخص. لو كان الشخص حاسس إن هو كئيب، زعلان، عنده مشاعر سلبية، حد عكنن عليه مثلا بالظبط، النقلة من مدار لمدار، نقلة الإلكترون بتدي ومضة ليها فريكونسي سلبية، وبالتالي هتلاقي حتى الاورا بتاعته تحديدا كده لونها ازرق. مش لما الواحد بيبقى زعلان بيقول ام بلو ام ساد، هي بقى فعلا بيبقى الهاله كلها لونها كحلي، لونها ازرق المحيطه بيه. في حاجتين مهمين جدا ممكن مشاهدينا يعملوهم بمنتهى السهوله من البيت. الحاجه الاولانيه هي المديتيشن او جلسات التامل، ودي ان انا بقعد ما بعملش بقى كروسنج كده لا ايديا ولا رجليا، بقعد كده اقفل مسارات الطاقه بالشكل ده والزق لساني في سقف حلقي تماما عشان اكون قفلت السيركت، عارفه اللي بيقفل لازم كده الطريقه دي، واتنفس تنفسات بطيئه جدا، يعني اخد النفس في 7 ثواني واكتم ثانيه واحده واطلع النفس في 7 ثواني. يعني انا ممكن يا دكتور احول الطاقه السلبيه لايجابيه او العكس؟ ايوه تمام. يعني اقدر ازاي من خلال تصرفاتي اقدر اعمل ده؟ من خلال المديتيشن. الحاجه الثانيه التحكم في الحاله الشعوريه. يعني ايه اتحكم في الحاله الشعوريه؟ يعني احاول اغير حالتي الشعوريه، الشعور اللي انا حاساه من نيجاتيف لبوزيتيف، من سلبي لايجابي. ازاي اعمل كده؟ في حاجات كتيره جدا، ابسطها اني ابص لنفسي في المرايه وابتسم. تغيير الفيزيك اللي هو تغيير الحالة الفيزيائية للجسم بتغير الحالة النفسية للجسم. زي اني ألعب رياضة، أشغل شوية موسيقى وأرقص. طب يا دكتور لو حبيت أعرف أكتر